حامل زوجتي حامل وما يعني جلطة اللي صابها. فتشوا المركبة، فتشوا الطواقم الطبية، فتشوا المرافق للمريضة. مباشرة سأتحدث مع أحد ركاب مركبة الإسعاف التي يعترضها الاحتلال ويقوم بتفتيش. إيش اللي صار معكم بالضبط؟ زوجتي تعبت، نقلناها على رفيديا وطلبنا تحويلها على استشاري في رام الله عشان الوضع. تحولها هنا على جنين رغم ان كنا له الوضع سيء في جنين. الجيش يفتشنا ومش راضي يمركنا لحد هسه يعني. زوجتك تعبان؟ تعبان، حامل زوجتي حامل وما يعني جلطه اللي صابها. جلطه وهي حامل. موقفينكم بالشتاء وفاتحين الابواب وفاتحين الابواب وهي في اطلاق نار وهي في احنا مش عارفين شو نسوي. حسبي الله، في كل واحد له سبب في هال. انتوا من وين جايين؟ انا من نابلس من جريش. الطريق كثير صعب جدا جدا سيء، الطريق جدا سيئه. تعرضتوا هسه لاطلاق رصاص وهي صار في اطلاق رصاص فوق روسنا، احنا مش عارفين شو نسوي. يعني احنا نفوت جوا الاسعاف ولا احنا وين نروح ولا هو واحد خايف على حاله، خايف امر. لا ما فتشش بس موقفنا ومش راضي يتعامل معنا. اللي بنقول له انه زوجتي حامل. الحمد لله على السلامه. شكرا. دكتور عبد الجليل الحنجل ايضا متحدث باسم الهلال الاحمر. ايش اللي عم بصير معكم دكتور؟ نحن يعني لسه الجيش موجود وموقفكم. نعم. انتهاكات كالعاده، ايقاف، تركوا مريض تحت المطر. معي مريضه هي باتجاه القسم العنايه المكثفه، سنقوم تحويلها. يعطيكم العافيه. شكرا. اذا مهند على عجله تركهم الاحتلال الان، يعني مركبتي اسعاف، واحدة خاصة والثانية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. الاحتلال يعني منذ بدأ الاقتحام قبل ساعتين وهو يعيق عمل الطواقم الطبية، ويعني خلال دقائق فقط قبل أن نخرج على الهواء مباشرة كان هناك اشتباك مسلح في هذه المنطقة، ويعني مركبتي الإسعاف في الشارع، هناك حالة مرضية في هذه المركبة تلك التي ذهبت فيها يعني رجل وزوجته، تم تحويلهم من مدينة نابلس إلى هنا لتلقي العلاج في مستشفى ابن سينا، ولم يكونوا يعرفوا أن هناك اقتحام كبير لمحيط مخيم جنين وأن الاحتلال يغلق ويحاصر المستشفى الحكومي ويغلق مداخل مستشفي ابن سينا و الرازي. المركبة الثانية فيها رجل غير قادر على النزول من 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 سرير الإسعاف، ما من النقالة بسموها بالعامية، أجبروه على النزول وأن يرفع ملابسه في الشتاء والمطر وفي ظل هذه الأجواء الباردة، وقاموا بتفتيشه وتفتيش أوراقه الثبوتية، ومن ثم ظل واقف حتى انتهوا من تفتيش مركبة الإسعاف الثانية. فتشوا المركبة، فتشوا الطواقم الطبية، فتشوا المرافق للمريضة، ويعني حاليا سمحوا لهم بالمغادرة صوب مستشفى ابن سينا. لكن المصيبة التي لا يعلمها المرضى في المركبتين أن مستشفى ابن سينا مغلق بمركبات عسكرية إسرائيلية عند مداخله، سواء مدخل الطوارئ أو مدخل المستشفى الرئيسي. هذا في إطار استهداف الاحتلال للمشافي هنا في هذه المدينة، وهذه ليست المرة الأولى. مستشفى جنين الحكومي مغلق بشكل كامل، لا يسمح للمواطنين بالخروج من المستشفى حتى ممن أنهوا علاجهم. لا نستطيع أن نرصد تحركات جيش الاحتلال لأنه الشوارع الرئيسية تقتصر تحركات الجيش على تبشيطها فقط بين الفينة والأخرى، فيما تتركز عمليات آليات الاحتلال وجنوده في داخل المخيم وفي محيط المداخل التي ينشر عليها القناصة. لذلك نحن على بعد ما يقارب كيلومتر واحد من المدخل الرئيسي، لا نستطيع الاقتراب أكثر لأنه من هنا صوب كيلومتر مسافة يوجد بنايات مرتفعة ويعتليها قناصات الاحتلال الذين يطلقون الرصاص على كل شيء يتحرك على الأرض. قبل قليل رصدنا اشتباك مسلح في هذه المنطقة حيث دوار داخلية في مدينة جنين، وأيضا الاشتباكات بوتيرة أقل حقيقة من الاقتحامات السابقة. لماذا؟ لأنه التيار الكهربائي منقطع في مخيم جنين منذ الاقتحام فجرا، واقتحمت قوات الاحتلال عصرها اليوم بينما كانت طواقم شركات الكهرباء والبلدية تحاول إعادة وصل هذا التيار الكهربائي.